تفاصيل كتير كشفها اسماعيل الليسي والد المرحوم دادا خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليسي في برنامجه عن اللحظات الأخيرة في حياة دادا، وكمان سر خناقته مع مراته شيماء وأهلها بسبب اللي عملوه في الفرح. فتعالوا معي أعرفكم تفاصيل اللي كشفه الليسي من طاطا لسلام عليكم. بعد أيام قليلة من فرح صابرين خالد دادا الليسي واللي حصل فيه، والكلام اللي طلع إن إسماعيل الليسي هيطلق مراته شيماء بسبب إنها راحت الفرح، وكمان أهلها عملوا هيصة وكانوا بيرقصوا ويهيصوا أو ما كانش في دماغهم. طلع بقى إسماعيل الليسي عشان يتكلم عن تفاصيل اللي حصل بينه وبين مراته خلال وجوده في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليسي. إسماعيل الليسي اتكلم عن حوار زعله من مراته وأهلها. قال: كنت زعلان من مراتي بسبب انها راحت فرح اختها، وقعدت معها يوم كامل، كان نفسي ما تروحش لكن ما رضيتش امنعها، واختها عملت فيديو انهم فرحانين واتصلت اتخانقت معاها، ولكن هي ما دخلتش الفرح وانا ما انفصلتش عن مراتي. كمل الليسي كلامه وقال: انا اكل عيشي هو الغنى في الافراح ومصدر دخلي، ولقيت عدد كبير من الصفحات بتتكلم عن اسماعيل الليسي وكمان زوجته شيماء سعيد وانهم في مشكله بسبب فرح اختها، وكل الحكايه انها راحت وقعدت مع اختها وعملت المكياج لها لكنها ما شاركتش في الفرح ولا الزفه. اسماعيل الليسي كمان اتكلم عن تصرفات اهل مراته في الفرح وانهم كانوا بيرقصوا وبيهيصوا، وقال: محدش راعى شعوري وصور الفرح كانت اوفر ومحدش عمل باصله، انا بتعاير باللي حصل. الناس اللي ما تعرفش دادا زعلانه عليه اكتر من اللي من دمه. اما عن بدايه علاقته بابنه دادا، قال الليسي: رضا هو ابن عمري وصاحبي، كان نفسي اتجوز وخلف ولد اسمه رضا على اسم والدي، وهو كان اجمل حاجه في حياتي، اخويا وابني وصاحبي، ومن يوم رحيله مش بتكلم كتير وبيني وبين نفسي بحمد ربنا، وتم التواصل معايا في عدد كبير من البرامج التلفزيونيه وما وفيتش استغل وفاه ابني واطلع في البرامج. اما بقى عن اخر لحظات دادا في الحياه، قال والده: يوم الوفاه كان معايا في العربيه، ذهب ورحنا الفرح وكان رافض الدخول، فلقيت العريس والعروسه خرجوا وجابوه من العربيه وطلب يرقص ويغني، والكل كمان كان سعيد بيه. ولما خلصنا الفرح في المنوفيه واحنا راجعين في الطريق، قال لي: انا هنزل اشتري حاجات لاخواتي وافرحهم. قال لي كمان: هقعد في امبابه النهارده عند جدتي. وبالفعل وصلته، ولما صحي قال لي جدته: عايز افطر طعميه. جابوا الفطار وقال لها: عايز اشوف ابويا. قالت له: استنى وابوك هيجي بالليل، وطلب انه يشرب لبن. كمان عن اللي حصل له، قال الليسي: راحت جدته تجيبه لكنه قعد على شباك البيت وطلع رجله بره، ويمكن يكون نام وسقط من الشباك من الدور العاشر على التكييف ومنه على سطح العماره، وحدثت صدمه كبيره وكان بيترعش. وفي الختام وجه اسماعيل الليسي رساله الى ابنه الراحل دادا وقال: ابن عمري وحشتني ونفسي اشوفك تاني وقابلك في الجنه انا وامك، ومفيش في ايدي شيء والحمد لله، ربنا يرحمك.